ومضى رمضانية. صفحة المزار 23 تجدد بكم اللقاء بعرضها لحلقات رمضانية اختارت لها كعنوان شباب المزار ريادة على درب الإبداع. سلطت فيها الضوء على تجارب حياتية ناجحة لبعض من شباب المنطقة أبانوا عن علو كعبهم في مجالات تخصصاتهم مبدعين رائدين رياضيا وعلميا وفكريا وفنيا. هذه السنة احتضنت أفكار وتجارب بعض شبابنا المزاري المبدع وعرضتها على الجيل الجديد الذي يطمح لتطوير الذات وصقل المواهب والبحث عن المستقبل لتزرع فيهم الأمل وتستثمر في طاقاتهم لإعدادهم لقيادة شابة واعية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأول حاجة يعني أرتشكار يعني ميدنا الليلانين فمسنا المزار 23 يعني المنبر الإعلامي اللي هدي التوينة الأخبار فمس المنطقة المزار وكل ما يهم يعني الشأن المحلي المنطقة. وأخص بالذكر يعني سي علي جوغو الليلان فمسنا المنبر الإعلامي. راس نتمنى إن شاء الله تعالى كل التوفيق أشكوي كان حمس الشباب اللي دارت له الغير فمس المنطقة المزار. الاسم الكامل اللي قالت محمد الشاذلي من المواليد المنطقة المزار بالضبط أكبار على سنة 1987 متزوج وأب لطفلة كي حيا ونيت شتيش هادي تسان كل حمس المنطقة وكبار. بالنسبة للمهنة يقات أستاذ علوم الفيزياء والكيمياء حمسنا المديرية نزاقورة بالضبط حمس المدينة تزنغت. بالنسبة للمسار العلمي يعني إلى حد الآن أرسول أقرح حمسنا كلية العلوم أكادير أرقسكر يعني السنة الأخيرة أنا الدكتوراه الشعبة الكيمياء. بالنسبة للطفولة يعني زرحت كأي طفل حمس المنطقة المزار يعني اللعبة قيس الحمد لله نشط قيس ولكن هذا يعني بأنه هو التحق سمسنا التعليم الأولي لقتان التعليم الأولي يقتصر فمسنا الرياض اللي لان حمس المنطقة المزار كحتينا يعني رد كتيحة لأن الروض نايت كبري أكودان نغرى داريس كبري كانت سنات أكودان يتسمى الزهراء يتسمى ناعمة يعني اختي دار أي صغران لقتان نغرى 11 سنة قبل هذا التحق سمس المدرسة. ثم بالموازاة مع ذلك يعني لحمس نية الأسرة يعني لقي جدي يترحم ربي غفرس يعني أكودان راح يتوجه عشان فتو سمس المسجد لقتان نفتا سمس المسجد لقتان الحمس وكبار لقتان يعني المسجد وكبار يلاقي السي حسن الله يجزيه بخير هاتي غير تبارك الله تمس الإمارات حني الله يعني نغرى درس القرآن نغرى درس يعني الحروف الأبجدية يعني تحمس الروض. ثم من بعد نلحق سمس المدرسة بالضبط وكودان مجموعة مدارس المزار أي لان لقتان غير هذا اسمها مدرسة عمرو بن العاص. بديحة يعني السنة اللي زور دار سي الحسين دويس يعني ينحمسنا القدماء يعني المنطقة المزار ضرب ربي سبحانه وتعالى تشافي ينسي العزمة صراحة تعلم درس يعني مشكل الأمور ورانا أستاذ أنتو الخير نس يعني ينسي يعني ورسامة يكسر التوصف يعني يعجز اللسان عن وصف السيدان بالضبط أشكو علاش يعني نشكد حمسية المرحلة الطفولة إلى حد الآن أركون سلطة عقل فما صلاح حضرتا اللي ديس نزري لوقتان القسم غير هذا ربما عقل فمس نفتح الصف اللي حتى قوارح ولا كل شيء يعني هذه المرحلة تقع حساسة جدا راح يكاد توجيهات يعني راح يسعلها مسكين من نفس يعني كان نموذج الأساتذة
يعني اللي درت لا يعني يعني التاثير في فمس المسار الدراسي. ثم المستوى الثاني يعني المستوى الثالث يعني نغرد من اول الاساتذه حمس وقسنا المؤسسين بالضبط. يعني تذكر يعني سي صالح اجر واحد انت يعني حمس الماده اللغه الفرنسيه غير حمس المستوى الخامس يعني حتى انت تبارك الله هاتي نتعلم درس مزيان يعني كانت الامور يعني ورانت الخيرنس. ثم يعني وكمل صراحه حمس المدرسه بالضبط يعني المستوى السادس التحق حسن سمسنا المدرسه هذا الورد اللي نحمس نتوهم الوقت اللي الله تلا انت تاع غير عاود المستوى السادس. ثم من بعد التحق حسن الغالي سمس الاعداديه نواد سوس يعني نغرق الزر من اول الاساتذه من بينهم يعني الترواني المزار ولا زلت اذكر يعني سي عديدي حتى انت يقين حمس الاساتذه اللي دار لي تاثير بزاف حمس المسارين الدراسي خاصه فيما يتعلق الماده اللغه الفرنسيه. يعني تبارك الله يعني لو كنت حمس الحياه راه نتمنوا انت يعني تغزي انت درت. ثم من بعد يعني التحق حسن الثانويه التاهيليه المعرفه حتى انت يعني انت تهدي واحد يعني المستوى انت تهدي واحد البكالوريا انت تاع حسميتو بالضبط حمس التخصص العلوم التجريبيه الوقت يعني غير حكيز مجموعه من الساده الاساتذه حتى انتني يعني وردت واحد الخير حتى نقيس يعني درس كل شيء الدوري مهم جدا حمس المسارينو التعليمي كذلك درت يعني اللي دار كله غير تبارك الله عليهم هاتي درسني يعني الدور ايكا كبير جدا. بالنسبه للبكالوريا درتوه بانه واحد تيتحمس 2007 الوقت ندي واحد البكالوريا ثم بعدها التحق حسمس الجامعه ابن زهر الكليه العليا. فيما يخص التجربه الجمعويه حمس المنطقه المزار تبارك الله ان كانت تلحق حسمس العمل الجمعوي منذ يعني الجمعيه المعرفه الجمعيه المعرفه الوقتان تلا حمس المنطقه المزار غير ناديت كالجمعيه المستقبل المزار يعني نستفد قيس حمس التجربه الجمعويه الوقتان غير مستفيدين فقط يعني ورناك شنو مسمى الميدان التاطير ولكن يعني الحمد لله تلقات الفرصه اللي باهري استهمان اللي نتعلم كيكان دمس الامور يعني الى جانب يعني مجموعه من الاخوات الحمد لله تنشركوا كونسول ديس انت مونت الى حد الان الى كيس سي عبد الله عيت المود كيس سي سعيده عيت المود سي محمد جوغو عيت الجعوفي يعني الجعوفي الحسن ورا الجعوفي رشيد سي اجيم عبد الكريم سي تهامي ورغان قماصه الله يرحم ربي فراس يعني سي عبد الرحيم يعني عبد الرحيم خراز يعني من نوع الاشخاص يعني نستفد تبارك الله حماس التجربه الوقت غير متعلمين دور انت الشخص ولا انت يعني تبارك الله هاتي خدمه ديس حماس العمل الجمعوي بزاف هاتي كان سي محمد امشار وحتى انت كان حماس الرائدين ضمن المنطقه المزار الى حد الان. ثم من بعد راكو دان يعني اللي تؤسس يعني الجمعيه المستقبل المزار للتنميه والثقافه يعني اختت قال الجمعيه اللي حسابت حماس الميدان التاطير يعني تاطر حكي صعكو دان الدروس الدعم يعني يحاول حكو دان دفو حماس القوقع يعني ديما الدراسه ولكن الوقت انا زمان كش سماس المعقول اتي كان دمس الممارسه يعني التدريس واخا الوقت انا درت حنت الابجديات ورا والو ولكن انا نتحول انا نسكر هيك الضيكا ولله الحمد ديال الخير اني درت الدوري كا مهم جدا. ثم من بعد يعني الجمعيه المستقبل المزار للتنميه والثقافه يعني تلا الجمعيه مجلس دار الحي المزار حتى انت تبارك الله هاتي نزريكس يعني مارد كينيح يعني البيت الثاني هذول نسكتوا يعني الوقتان نستافد حماس التجربه الجمعويه نستافد حماس المجال الجمعوي كما يجب. ثم أن الجمعيه المزار يعني للتنميه والتعاون حتى انت تستافد حيز مزيان يعني الوقتان اللي قبلوك تلتحق حسن مثلا الجمعيه
المستقبل المزار الوقت نخدم حماس الجمعيه التنميه والتعاون كاتين او كذا حماس المنطقه وكبار ثم ندور انتو القدماء النجاح الرياضي حتى انت لحماس تمهين تحت لا الى حد الان يعني لو كان سولنت استفاد حماس الخبرانس نتا دور انتو ميد ليغس الذين تي يعني علاش كي حاجه سوار حماس ميد نورانتني هاتي تبارك الله هاتي المدرسه العمل الجمعوي كان يعني كان ميد قرنين ولكن تبارك الله يحضر بيت حماس الميدان تبيت حماس نتيراني سنتيني ارتي انتفات يعني الا عندك حماس الخطه ورا كاين فالن يعني ذكرها غير البعض الاشخاص يعني يشكو تبارك الله يعني درسني تاتيز ود الحاج عمر ضيو زند سي معدور حسن زند ايت الدهوز سين سي رشيد ولا سي عبد الرحيم ثم سي مبارك حتى انتان يعني هو اللي غلي على المقارنيت يعني اللي مجموعه من الشخصيات اللي نتحمس الجمعيه ثم بالنسبه ل يعني الغلي الدوري اللي كيحمس داخل العمل الجمعوي الوقتاني قالت ديما فتح حماس المجال للطرف حماس الفكر يعني المجال الفكري هاكو لانه صراحه ودير للسوق حماس المجال ثاني يظني بقدر ما اتوجه يعني بالضبط الى المجال الفكري كاتين غاكودان يعني اللي هاكو اللي حماس الجمعيه المجلس دار الحي غاكودان يعني طرقيت يعني مجموعه من الدورات الفكريه هاتي تبارك الله هاتي فانتي انا ينصيتي كبير جدا حماس الاوساط يعني الجمعويه المنطقه المزار ثم بالموازاه مع ذلك غاكودان كانت دورات يعني دورات حماس المجال الفكري ثم دورات كذلك حماس المجال التدريب والتكوين بالاضافه الى ذلك يعني استفدت حماس يعني المشاركات حماس المشاريع الجمعويه اللي تيرين حماس خارج المنطقه المزار كي ما خليها ذكر بالضبط الاسماء شكون الاسماء تبارك الله دسنين تاثير قنطر والمزار يعني استفدت تبارك الله حماس التجربه الجمعويه يعني عندنا شكون سوا في حماس المجال الجمعوي هاتي وراك راه غيد نقيدي ولكن الخير هذا نتمنى قسيري البركه يعني بعد الحصول على يعني الباكالوريا ثلاث دراري حماس الثانويه المعرفه بالضبط الوقت حماس العلوم التجريبيه الوقت ثلاث التخصصات غير هذه علوم فيزيائيه دمس علوم الحياه والارض اللي غيرها وكنت لا الى علوم تجريبيه التحق حديريك سمسنا الكليه العلوم يعني الكليه العلوم الوقتان افتحي قصه مثلا ديبارتمون الشيمي يعني تخصص حماس المجال الكيمياء اي واحد قصه يعني الشهاده يعني الدراسات الجامعيه يعني الضوق من بعد الشهاده الاجازه حماسنا لا ديسيبلين الشيمي اناليتيك كونترول دو كاليتي اللغه العربيه قالت يعني الكيمياء التحليليه ومراقبه الجوده ثم بعدها يعني التحق حديريك سماس نسلك الماستر يعني الماستر الا دريح حماس هو 2014 بالضبط يوحتي تحمس لا ديسيبلين لا كاليتي دي يعني كل ما يرتبط سماس الجوده للهواء ثم من بعد غور هي نعم يعني حاول حما كان قيس استرح شويه يعني تكون داح بدل ميمي كيك النشاط شكون صراحه يعني المسار العلمي يقال المسار يعني اللي يوين مشك حماس يوي مشك حلقت كذلك يوي مشك حماس الإرهاق يعني البدني والإرهاق النفسي ثم من بعد يعني يحاول حد كمل حماس نفس الدومين قالت الكيمياء نيت يعني حماس المسلك الدكتوراه بالضبط حماسنا الشيمي فوندامونتال يعني الكيمياء الأساسية والبيئة غير هذا حكم غير إلى حد الآن هاتي لو كان سول نقرأ حماس الدومينان نتمنى ان شاء الله تعالى نكمل لا ديسيبلين ان شاء الله تعالى بالنسبه للحلي حماس الدكتوره يعني استفد حماس مجموعه من المشاركات يعني المشاركات حماس الملتقيات الوطنيه دمس الملتقيات العالميه يعني الملتقيات الوطنيه الملتقيات العالميه يعني ركزت نتناقش يعني المجال اللي حاسكرها التكوين حماس الدكتوره زند المثال يعني كهدا الجامعة الأخوين مثلا حماس يفران شارك حني قيس لوقتان يعني ثم سطات قنيطرة يعني أكادير نيت يعني من نوت البرايس يعني حنشارك
سمسن النتائج البحث اللي دليلا. ثم كذلك يعني أدنت بأن الدكتورة لقتلتي تسكرت يعني تسكرت يعني الممتنين يمكن يزارتك السيونتيفيك يعني المقالات العلمية يعني تنتينا ذاكي تخوان باش أتغالي باش تناقش الدكتور على الأقل يصد ذاكي الإنسان سيلي زارتيكل أو لسيلي المقالات العلمية حماس الضمين اللي تسكرت. الحمد لله هاتي روكي ما تلمد ما تسكر هي المقال العلمي يعني سلمس اللغة الإنجليزية حماس الضمين يونيت يعني الحمد لله هاتي غلاد المستقبل إن شاء الله هاتي لن أعمالي يعني أعمال علمية أنا أتمنى إن شاء الله وتعالى تفوقون سمس الأرض للوجود. بالنسبة للحاق بالميدان ديال التدريس كان سنة 2018 التحق سمس المهنة التدريس كأستاذ لمادة علوم الفيزياء والكيمياء. حلول يعني قبل كل التحق يعني كأستاذ استاذ حزوار حمسني تجربة التكوين حمسنا نصونتر الرباط يعني المركز الجهوي للتربية والتكوين حمسنا الرباط. وقبله اصلا يعني استفد حمسني التجربه ان التدريس حمس الوسط الجمعوي غنفتينه بان الوسط الجمعوي يقايه الانطلاقه تقا مهمه جدا حمس الميدان التدريس بالضبط يعني لولا العمل الجمعوي كيحتينا كره تفكر حمس الميدان التدريس. ولكن لقتا اللي الميدان بالضبط يعني أكو دان كاتينا رطمز يعني دروس الدعم حماس الفيزياء أو حماس المادة الرياضيات حماس المجموعة من الجمعيات المنطقة يعني الحمد لله فانتح أو لو جانتح يعني أنسفت حماس التجربان رغم أنه يعني وريل مدح يجهن يعني سمس الميدان بالضبط دوري لما مدح ملان يعني تكون يعني الخيران غير نكوني قوين حسي قوين والحمد لله يعني الخير ان وراح يخيب ربي حمس الناحيات. ثم من ناحيه اخرى يعني استفد حماس التجربه داخل الاوساط التربويه زود مثلا كحت الناس كنحضروا قدام حماسنا الثانويه المعرفه تقريبا كراد المواسم على التوالي سكايكس اكو دان الدروس التلاميذ دمس التلميذات المستوى البكالوريا راه سكرح الوقت الفيزياء الأختان الفيزياء داس نسكرح. ثم سي رضوان بيزون تنتا الأختان يعني الأستاذ التربية الإسلامية يعني يوصل المنطقة لمزرعة تنتا يغرى يسمسنا الثانوية الإعدادية نواد سوس الأختان كيحتنا تقدم حد الدروس يتلم دمسنا التلميذات المستوى الثالثة إعدادي تنتنا راكو دان الرياضيات دمس الفيزياء. إذا تجربات كلها يعني تقال بلوس بالنسبة لي كي هي الحاجة اللي كانت مهمة جدا يعني نستفد قسم زيان ثم يعني المشروع يعني المدرس غير هذا اللي قال الحمد لله يعني حلول فتح سماسنا الزاكورة غير ممكن تمكروت غير خدمت تقريبا عامين هذيك حماسنا تمكروت خدمت قيس كأستاذ مادة العلوم الفيزياء أقول أنا استقراه غير الإعدادي المستوى الثانوي الإعدادي. من بعد استفد حماس الحركة سماس المنطقة تزناخت هذا يحكي أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالضبط حماس الثانوي التأهيلي الرازيلي اللي حمسنا نصونتر تزناخت يعني الوسط تزناخت غير هذا الليح إلى حد الآن. بخصوص المشروع العلمي يعني باعتبار يعني ينحمس الطلبة أنا حمس نسير الدكتورة حمس الشعبة الكيمياء يعني مرد كينيح المشروع أصلا كي كهتينا دليا وكودا نحمس المستوى الماستر تخصص حمسني المجال يعني المجال قلت المجال المراقبة الجودة الهواء. ولكن من بعد يعني يشكا ديال المجال يضني يرتبط سمس هذا الأكسدة يعني الظاهرة نتأكل الظاهره التاكل يعني يكون الظاهره الاكسده يعني الاكسده المواد يعني المشروع عينو يقات عرفت اللي حسن سمسن طرقنا منين كنتحيد الظاهره الاكسده باستعمال يعني مواد كانت طبيعيه
يعني غير كاين نسكع الفالوريزاسيون دو سونس ناتوريل يعني داري غير دي سونس ناتوريل ولا النباتات يعني الزيوت الاساسيه زون الامور غيلا ولا لي زيكسري يعني اللي سنتي يمكن نسمس اللغه الفرنسيه ارني نتا سي كونير ندي نتا راسنا كاين يعني تقييم تقييمان غير هاد الكونين يعني من بعد يعني الكشف مثل المكونات نسن ارني نتا سي كماده اللي سي صدر هاد الحيد الظاهره ديال التاكل وغادي قال المشروع يعني بصفه عامه غادا في سوال أدور أنتو بأنه هذه اللي سميتو المنطقة المزار يعني غادة بزافي قال المهم أنه أرقس إلا غير محمد الشادي اللي فقط أنتنا أيسكارنا الدكتورة وإنما تبارك الله هذه اللي منطقات شبابية حماس غير منطقة يعني تساند بزاف حماس الدومين جل مثلا كي حماس نزون الدومينين تلا الدكتورة يعني خديجة المدن حتى انت يعني نفس التخصص داشي لان انت درس الدكتوراه تبارك الله نتمنى ان شاء الله تعالى التوفيق حماس المسار العلمي ثم لا نغي مدني يعني درسنا الشهاده يعني يسكر الدكتوراه الى نقول دات الشهاده الدكتوراه حماس المنطقه المزارني حماس نفس التخصص العلمي زوند رشيد تسكاتين يعني حماس تخصص الفيزياء يلين غين طلبه يعني يلا رسكرن الدكتوراه زوند لا من نوع حماس المنطقه وكبار زوند الشليح مثلا رسكرن الدكتوراه على حماس ماده الرياضيات يعني المنطقه المزار يعني تقايت المنطقه اللي كان حافله حماس النطاقات اللي كمل المشروع العلمي عوده الى المجالينو يعني ارتريح يعني يوجه يعني الشكر للاساتذه اللي اضطرن وأخص بالذكر يعني الأستاذ يعني السي الحاج بزي تبارك الله هاتي يتطاقة يعني مارد ولينيه يعني ما شاء الله يعني راس نتمنى إن شاء الله وتعالى التوفيق حماس الحياة نس نضرب بي سبحانه وتعالى دا سيبارك حماس الغمور نس يعني يفي يعني يطلب فرصة باش أتكمل حماس الميدان دا الدكتورة حتى اللي حيفوغ يعني اللي حيفتا سماس التقاعد نسبينس يعني أوريجا وإنما يجي يلوستاد يضني يعني خدمة حديث غيلاد يعني تيقان دمسن السي مصطفى الهلالي انت غيلاد أيوم سنة حماس المشروع الدكتورة حتى انت تبارك الله وجي بخل سماس النصائح سماس الإرشادات يعني الحمد لله نستفد قيس المزيان بالموازاة مع ذلك يعني لا سي الحسن بامو لا سي محمد بالخودة كلهم يدناد كان الاساتذه اللي حنستافد يعني مش المعلومات يعني راس نتمنى ان شاء الله تعالى التوفيق ثم كذلك يعني الطلبه اللي حستافد حال الطلبه الدكاتره يعني ماشي ازمه استذكر الدكتوره زوند سي محمد الرقيتي زوند سي ابراهيم ابراهيمي زوند خديجه نيت المدن سي عزيز الجميعي يعني مجموعه من الاشخاص يعني السنه اسرديس لان حماس المشروع عادي يعني راس نقولوا التمنى يعني التوفيق يعني كلو تندس نيه البصمه حماس المشروع عندنا الدكتوره يعني راس نتمنى ان شاء الله تعالى التوفيق حماس المشوار العلمي. النصيحه نو يعني للشباب اللي داري لها الميول للمجال العلمي اول حاجه استيغان دمس العمل يعني يصل الانسان يعني الدسيلي الرغبه تيلي داس الاراده باش يتعلم يعني المواد العلميه خاصه الماده الرياضيات دمسنا الماده الفيزياء والكيمياء دمسنا ماده علوم الحياه والارض يعني ادور الدرم حماس المشكل يعني نبدا مع يعني التخصص من بعد يسبدلت يعني الانسان يعني من منذ البدايه اي اختار يعني التخصص اللي يفرح نزنتا المجال العلوم يرى يمكن الصبر هادو نسكتوب يعني يرى الانسان يخدم مزيان يرى الانسان شويه يصبر حماس الصح النص يصبر حماس الوقت نس ويرى التهاون ويرى الكسل وانما يرى يمكن الخدمه ديرها يمكن نصبر هادي من جهه ثانيه ان اللي يكمل حماس المجال العلمي ضروري من اللغات يعني دائما اوجه يعني الطلبه دمس التلاميذ المجال العلمي الى تعلم اللغات يعني خاصه اللغه الانجليزيه دمس اللغه الفرنسيه واخص بالذكر اللغه الانجليزيه علاش اشكون هذه اللغه البحث العلمي
اللغه البحث العلمي غيلاد ايغات اللغه الانجليزيه، يعني اي حاجه راسست لي تحمسنا اي دومين حمسنا اي تخصص كيفما كان نوعه ارتي انتفات سمس اللغه الانجليزيه، وبالتالي تعلم اللغه الانجليزيه وشو اللي كان الحاج اللي كان ثانويه وانما ايغات الحاج اللي كان ضروريه يخصطت لي اشكو ولاد نكي حمس التجربه ولا حمس الميدان التدريس وفي حنا المشكل بزاف دار التلاميذ حمس اللغه الفرنسيه اشكو ولاد التدريس غير هذا المواد العلميه غير ثلاثه مس اللغه الفرنسيه يصاو انا دوريكا يا الحاج اللي راه كيمنع فمس المسار نك كوري منع فمس الهدف نك يعني ناري يكمل يعني حمس الميدان العلوم يخص ضروري بانه ولا لان غير كانت تحديات يخص تخطى خاصه يعني الانسان الدسي الاراده تيلي داس العزيمه القويه. ثم المساله الثانيه اللي قالت قالت اللغات ثم اللغات يعني المسائل يعني يحاول الانسان انت يمز هاتي ريف مزيان حمس الميدان العلمي وقال الحمد لله هاتي سوق الشغل هاتي يفر بما مقسي التونان هاي الى الميدان تدريس نيت الى الميدان الطب الى الميدان الهندسة الى المجموعة من الميادين كله تنترتبط تنسمس الميدان العلمي ولا كيني يعني رانت الصبر يعني دولو نزر طبيب نامي سيرخة دولو نزر المهندس نامي سيرخة هاتي كتبارك الله يا المسار يقع حافل بالعقبات دمس المشاكل ولكن رغم ذلك الإنسان اللي تحدى الواقع اللي تحدى يعني الصعوبات اللي تحدى جميع المشاكل باش يكمل الهدف اللي راه تيسكر نكي كمثال يعني تحدى يعني مجموعه من العقبات يعني ادور نتو بانه نكون واش كاين يعني كمحل المرحله هذا هو وانما يعني زري حمس مجموعه من المشاكل يعني اول مشكل قالت الوقت اللي حمس البكالوريا يعني وفي حال المشكل صراحه المشكل مقور قالت المشكل لاكارت عاود حق فلوس البكالوريا ولكن الخير نوري جا ادفق على الامل وانما يجي باش ادفح مزيان حول ما امكن ادعوض فمس الالم اللي في التي زرين فتح ربما سمس المستوى عاود سمس الكليه وفي عكس المشاكل حل البدايه ادور نتو العام لي زوار ايساكا قصد صح يعني هي صغي ولكن من بعد تتيد الفقه يعني حول ما امكن ادا سميتو اد حل العمل في الميدان اللي سكر حشكو صراحه المشكله اللي جرى حمس البكالوريا يعني وريخة غان علاش ولكن من بعد حول ما امكن الدرك الموقف ثم فحال الصوره الحمد لله يعني تقى مشرفه العائله وخاصه الوالدين ولا كل الفاميلان يعني وتوجه كلت يعني الحمد لله يعني نحاول ما امكن يعني نزبين الصوره يعني نيت شاد لي اشكو حتى الوالدين يعني دروس ما تنسن ولكن سنين كوكر ما تنسنتني اسمانيك سمس الولوج الى الميدان الجمعوي ثم كذلك الدراسه عفوا ثم المساله الثانيه قالت ارتكت يعني الصوره تلقى مشرفه المنطقه المزار الحمد لله الناس نفتا نعتز بمنطقه المزار اشكو علاش المنطقه المزار تبارك الله هذه فونكس فقهاء فونكس علماء فونكس دكاتره فونكس مهندسين يعني ورانتو بان المنطقه المزار تقيت المنطقه اللي تسنس المنطقه الشبابيه حمس جميع الميادين ثم يعني درنتو بان المنطقه المزار الحمد لله لولا المنطقه المزار لولا يعني الاجواء المنطقه المزار لولا الاصدقاء المنطقه المزار ورد حشاد محمد نغيلة يعني الحمد لله المنطقه المزار اعتز بها كثيرا يعني اي بلاصه فتح سرس ارتدك راح المنطقه المزار اشكو فعلا المنطقه المزار يعني تستحق كل 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 الفخر يعني والاساس تعتز يعني تستحق كل التقدير وكل الاحترام يعني اشكد الزهر هذا وانت ناحي يعني نتمنى يعني لكل ناحي يسفرين كل ناحي قزن يعني رمضان مبارك سعيد اتمنى التوفيق للمشرفين في مثل البرنامج هذا نتمنى ان شاء الله تعالى التوفيق حمس المسار وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.